وللتعليق على البيان الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن الذكرى 21 للغزو الأمريكي البريطاني للعراق واحتلاله، ينضم إلينا عبر تطبيق زوم من عمان مسؤول قسم الإعلام في الهيئة مع معاذ البدري. أستاذ معاذ مرحبا بكم. يعني كما تعرفون أستاذ معاذ، كل يوم تتكشف الأكاذيب التي بنى عليها الاحتلال ادعاءاته لتبرير غزوه واحتلاله للعراق، ولكن في هذا السياق أي موثوقية وأي احترام للقيم الإنسانية بعد أن قتل الاحتلال الأمريكي أكثر من 1,000,000 من أبناء الشعب العراقي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي العزيز ولمشاهدي قناة الرافدين الفضائية. بداية لابد من التأكيد على ما هو مؤكد ابتداء لدى العقلاء من أن التضاد هو سيد الموقف حينما تطرح أو تطلق مصطلحات تتعلق بالاحتلال والغزو من جهة، مقابل مفردات تتعلق بالإنسانية وحقوقها وقوانينها والحريات المتصلة بها وما إلى ذلك. هذا من البدهيات. إذا أردنا أن نتعامل مع الحرب في ذكراها 21 وتداعياتها بناء على مرحلة تاريخية، نجد أن الولايات المتحدة وبريطانيا على وجه الخصوص ومن تحالف معهما في ذلك الحين وفق ما أطلق عليه مسمى تحالف الراغبين، جميعهم لم يضعوا أي اعتبار لقانون دولي أو حقوق إنسانية أو توازنات سياسية حينما اتخذوا قرار المضي باتجاه الحرب ومن ثم غزو العراق. بل الأكثر من هذا أن القوى الكبرى هذه بقيادة واشنطن ولندن والحلف الكبير الذي قاد الغزو والاحتلال لم تكن تنوي أصلا أن تستخدم حق النقد الفيتو في مجلس الأمن ضد أي قرار محتمل من مجلس الأمن يحول دون الحرب. لذلك مضت هذه القوى نحو الغزو دون أي مستند قانوني معتبر، هذا في المقام الأول. وربما الكثير منا يذكر أنه في أواخر سنة 2004 أقر الأمين العام السابق للأمم المتحدة آنذاك كوفي عنان وهو يتحدث عن غزو العراق، قال لقد أشرت في ذلك الحين، قال لقد أشرت إلى أن غزو العراق لم يكن متوافقا مع ميثاق الأمم المتحدة، ومن وجهة نظر أممية حرب العراق وغزوها كانت غير قانونية. فإذن هي المنطلقات في بدايتها لم تكن تتعلق بأي مستند قانوني على فرض يعني او على فرض التسليم بان القوانين المعتبره في مجلس الامن والمنظمات المتصله به على انها قوانين معتبره وقوانين نزيهه وتراعي حقوق الشعوب على فرض. حتى مع هذه الفرضيه كان هناك نقص وكان هناك عيب قانوني في قرار اتخاذ قرار الحرب. زد على ذلك انه في اثناء الحرب وما بعدها وما لحقها من تداعيات لم يكن هناك شيء يمت لا الى القيم ولا إلى الإنسانية ولا إلى الضوابط التي يمكن أن نسميها ضوابط معتبرة تستخدم في الحروب، سواء ما كان تجاه المدنيين أو المنشآت المدنية أو حتى يعني البنى التحتية في البلد الذي يتعرض للحرب. لم تؤخذ أي قواعد إنسانية في الحرب وفي الغزو حينما بدأ الاجتياح الأمريكي البريطاني المشترك للعراق. أستاذ معاذ، 21 عاما على الغزو البريطاني للعراق، سنتحدث هنا في هذه الجزئية على موضوع أثر الغزو على المستوى السياسي. هناك من يتحدث ويقول ويدعي أن في العراق أصبحت هناك أحزاب، هناك انتخابات برلمانية ورئاسية لم تكن موجودة في عهد النظام السابق، كيف يمكن الرد على ذلك؟ واقع الحال هو الذي يرد على ذلك. نحن على مدى عقدين من الزمن لم نشهد في العراق لا حرية ولا ديمقراطية كما يسمونها ولا أدنى حقوق، لا للعراقيين ولا لغير العراقيين حتى. الواضح والصريح في المشهد العراقي وفي النظام السياسي القائم في العراق أنه نظام ديكتاتوري وحادي التوجه، يرفض أي وجهة نظر مغايرة للطروحات التي تطرح في ظل هذا النظام السياسي. اليوم المعتقلات مليئة بالعراقيين الذين إما عبروا عن رأيهم بالكلام أو بالرأي أو بالفكر أو عبروا عن قناعتهم بضرورة مقاومة الاحتلال التي هي أصلا يعني قناعة هذه مكفولة إما من الناحية الشرعية أو من الناحية القانونية وحتى القوانين الوضعية تكفل حق المقاومة. كل هذه ضربت عرض الحائط وتم مصادرة الحريات والآراء والحقوق التي يرى الشعب العراقي أنها من حقه أن يمارسها وأن يحصل عليها.
لا توجد يعني حرية بمعنى الحرية الحقيقية في العراق. الحرية التي يحاول النظام السياسي أن يصدرها هي حرية زائفة أو حرية خالية من القيم. يعني أنت حينما تضيق على سبيل المثال على وسائل الإعلام من صحف أو قنوات فضائية ومحطات إذاعية مناهضة للنظام السياسي، مقابل أنك تفسح المجال لمنصات مثل هذه تبث فلنقل المحتوى ما يسمونه المحتوى الهابط، أو تبث أمور تخدش حياة المجتمع العراقي، هذه يسميها حرية وتلك يسميها يعني قبضة أمنية وما إلى ذلك. هذه حقيقة من التناقضات التي جبل عليه النظام السياسي بعد الاحتلال. الاحتلال الأمريكي أستاذ معاذ يعني فرض أمرا واقعا، وهو ابتعاد العراق عن عمقه العربي والإسلامي. كيف أثر الواقع السياسي على هذا الابتعاد؟ بطبيعة الحال نحن إذا أردنا أن نتعمق أكثر في مقاصد الاحتلال بالنسبة للعراق، الأمر لا يتوقف عند العراق كبلد يخضع الاحتلال بغض النظر عن دوافع ومقاصد الولايات المتحدة وحلفائها من غزوهم واحتلال العراق. القضية كلها تتعلق بالأمة الإسلامية وبالمنطقة العربية على وجه الخصوص. العراق كان محطة ومرحلة لمراحل لاحقة وقادمة، والدليل على ذلك أن إيران التي تزعم أنها والولايات المتحدة بينهما تضاد هي كانت المستفيد الأول من الاحتلال الأمريكي للعراق، والولايات المتحدة هي التي كانت المستفيد من أن إيران سهلت لها غزو واحتلال العراق. زد على ذلك الترابط والتناسق والتخادم بين طهران وواشنطن بلغ ذروته في يعني في وقتنا الحاضر، لكن هذا له جذوره وله أسسه منذ الأسابيع الأولى من الاحتلال. نحن على سبيل المثال في هيئة علماء المسلمين في العراق كنا قد شخصنا موضوع النفوذ والتغول الإيراني في العراق منذ منتصف سنة 2004، بل ربما قبل ذلك في بيانات الهيئة الأولى كانت هناك إشارات واضحة وصريحة على نوع الاحتلال أو نوع النفوذ الإيراني في العراق الذي تطور لاحقا إلى احتلال ثم الآن بات هو احتلالا مزدوجا مع الولايات المتحدة الأمريكية. المغزى من هذا كله هو فسح المجال لإيران مقابل إبعاد العراق عن حضنه العربي أو عن حضنه الإسلامي. حتى اليوم في بعدما يعني أخذت العملية السياسية تأخذ مناحي جديدة في السنوات الخمسة الأخيرة ونرى بعض يعني بعض الأنظمة في المنطقة العربية أو بعض الحكومات تحاول التقرب من حكومة بغداد أو تستقطب يعني رؤساء وزراء حكومات بغداد المتعاقبة في زيارات أو يعني اتفاقيات اقتصادية، كل هذا إطار شكلي فقط غايته يعني إظهار أنه المشروع السياسي الأمريكي في العراق هو ناجح ومستمر وأنه يمكن أن يعول عليه، لكن واقع الحال يشير إلى خلاف ذلك تماما، لأن تطورات الأحداث ومرور الأيام تكشف أن الوضع السياسي في العراق هو مرتهن بين يعني رغبة وإرادة أمريكية وأداة تنفيذية إيرانية. الحضن حتى لا نغادر أستاذ معاذ هذه النقطة، نقطة النفوذ الإيراني. كما تعرفون أستاذ معاذ، استخدم الاحتلال مصطلحات رنانة مثل الديمقراطية والتحرير والتنمية لتبرير الاحتلال. الآن العراق كما تفضلتم مرهون بالميليشيات والعصابات الميليشياوية، وأيضا تغول وتغلغل النفوذ الإيراني في العراق. هل هذا كان متفقا عليه بين واشنطن وطهران أم أنه خرج عن سيطرة الولايات المتحدة؟ يعني فلنسميها بمسمى آخر، هو كان هناك شيء من التوافق في الأهداف والغايات والمقاصد للطرفين ولعنصري الاحتلال المزدوج، لكن الفكرة وما فيها أن الوضع العراقي الآن وسابقا أيضا هو منضبط بالإيقاع الأمريكي، لكن الولايات المتحدة أحيانا تفسح المجال لإيران لتصل إلى مدى معين لا تريد لإيران أن تتجاوزه. بالمقابل طهران تطمع أكثر في أن تحصل على نفوذ وعمق وتغول أكثر في الشأن العراقي على الصعيد السياسي والأمني وحتى الديمغرافي. لذلك يعني أحيانا عندما نرصد هناك تصاعد في الخلافات بين طهران وواشنطن وهناك لهجة قوية في الإعلام، مرده هذه النقطة أن إيران تريد أن تأخذ أكثر من حقها الذي منحته إياه الولايات المتحدة، والولايات المتحدة لا تريد من إيران أن تتجاوز ما رسم لها من خطوط، وإلا بالمقابل كلا الطرفين يستفيد أحدهما من الآخر. الولايات المتحدة كما أسلفت قبل قليل احتلت العراق
بمساعدة إيرانية واضحة. الإيرانيون أنفسهم اعترفوا بذلك في أكثر من مقام وفي أكثر من مناسبة. مسؤولون كبار إيرانيون قالوا لولا إيران لما احتلت أفغانستان ولما احتل العراق. عبر تطبيق زوم من عمان مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين في العراق معاذ البدري، شكرا جزيلا لكم.